فرق الوداد البيضاوي فرق كبير، فرق ديال الألقاب، يعني حتى هو كان داخل حتى هو من المرشحين باش انه يتوج بهذا اللقب. الحمد لله طبقنا التعليمات اللي تعطاتنا، دافعنا بزاف صراحة الله. فريق الوداد البيضاوي قدم واحد طبق كروي كبير، كرة جميلة. احنا داكشي اللي خاصنا نديروه باش نتوجوا باللقب درناه. المقابلة النهائية ما كتلعبش كتربح، خاصك تعرف كيفاش تربح وتكاردي لي ديتاي، تبقى مركز عليهم. الحمد لله بقينا مركزين طيلة المقابلة وحتى الضربة الترجيحية، والحمد لله نصفنا الله وحققنا المبتغى ديالنا. وهذا إنجاز بركاني، إنجاز ديال النهضة البركانية. حتى الوداد تا هما كانوا كيقلبوا أنهم يدخلوا للتاريخ ديال الكرة المغربية ولا التاريخ ديالهم. باقي عندهم الحظ أنهم في السوبر، وباقي عندنا حتى حنا الحظ، عندنا جوج الألقاب الحمد لله، حنا متكافئين. غيبقى واحد المقابلة ديال السوبر إن شاء الله تكون كبيرة، إن شاء الله تا هي نفوزوا بها إن شاء الله. الحمد لله الدراري كانوا رجال، كانوا عارفين اللي عليهم، الحمد لله ربي ما خيبناش. الحمد لله ثاني لقب هذا الموسم، ان شاء الله نطمحوا للسوبر وديما بركان. انا من اللاعبين والستاف تكنيك والكوميتي والجماعه البركانيه خاصه اللي عانوا في السفر، وكنبغيو نهديو لهم وكنوعدهم ان شاء الله بمزيد من الالقاب. صافي اخويا، تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.